المفروض ان احنا هنبتدي نصح الامتحان مع بعض، بحيث اللي هيحصل دلوقتي انه حضرتك هتشوف كل سؤال على السبوره زي ما هو في الملزمه بتاعت الاسئله، فكل سؤال عليه درجتين، تمام؟ كل سؤال عليه درجتين، فالمفروض حضرتك هتكتب على قصاد في خانه الدرجات عندك هتكتب الدرجه اللي هي 2 لو الاجابه صحيحه، لو زيرو لو الاجابه غلط هيبقى زيرو، مش كده؟ انما في 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 اسئله هيبقى عليها درجتين، اسف درجه، وفي اسئله عليها نص. حضرتك امتحان تحط درجه دلوقتي في 2 وفي زيرو وفي 1 وفي نص، ليه بقى في 1 وفي نص ليه؟ عشان في، بص، هو الصح 2 على طول، الغلط بقى في 1 وفي نص وفي زيرو الغلط، لان في غلط بيبقى قريب من الصح وفي غلط بيبقى بعيد عن الصح، فحسب نسبه الخطا بيبقى الدرجه. فعشان ما حدش يتوه، عشان ما حدش يتوه، فهتلاقي حضرتك دلوقتي على السبوره كل اختيار A عليه كذا، B عليه كذا، فحضرتك زي ما انت مختار بتكتب الدرجه اللي على السبوره عندك. فمثلا ندي مثال، طيب تمام ماشي، فنشوف مع بعض كده على السبوره. السؤال الاول اجابته الصحيحه B، فلو حضرتك عامل B بتكتب 2 في الخانه بتاعت الدرجات، C او D او E غلط يبقى 0، A معايا حضرتك، A غلط بس عليها نص يبقى نص. لا، ما هو بص حضرتك يعني هو هدف التصحيح ده ان احنا نتناقش، ما هو ده الهدف، بس يعني انتوا اللي قولوا حضراتكم، يعني اللي عنده استفسار في ليه وعشان ايه وكده يسال وانا اجاوب. بس في اسئله في النص يعني كده. ماشي، ما احنا ماشيين اهو، يعني الغلطه دي اتفهمت. بص حضرتك، طب قول لها حضرتك ايه يعني بطريقه ابسط، معلش بطريقه ابسط، حضرتك موصله الاس، الكهرباء الاس مش للارض، المفروض الكهرباء بتروح للارض. ماشي، السؤال بيتكلم عن الفك، بس المشكله في حته ثانيه، مش كده؟ ما هو كل الاسئله لازم، كل سؤال لازم تلاقي فيه حفره.
فيها مشاكل؟ طب اتنين بي برضو انت ابتديت من 50 4 و 50 ولا 4 من 50 بحسب 54 افتكرتك ابتديت من اول 50 يعني تمام طبعا الاجابات كلها عليها علامات زرقاء مش كده فيها مشاكل 3 اول حاجه صح دي سي نص ليه انت عامله سي انا عامله ايه ايه يبقى نص يعني نكمل ده واضح ده طيب اللي عندي اللي عايز يسال يسال يا جماعه يعني لو في اي حاجه مش واضحه لا بص لا مش هيعمل قفله حضرتك اللي كتبت ان يعمل قفله اخترتي ايه حضرتك بس هو مش هيعمل قفله بص حضرتك الفكره ايه السمستات قبل ما نتكلم في الاسلاك السمستات طبيعته موصل ولا فاصل الطبيعي بتاعه يعني لا يعني حضرتك جايبه السمستات على اي درجه مش موصل لا يعني الطبيعي ان هو لسه موصل هيبقى يفصل ماشي حضرتك فمعنى ان هو موصل من جوه انه موصل كله ببعضه مش الكونتاكتات من جوه كلها موصله ببعضها فهو فعلا يعني السمستات موصل كل الاسلاك اللي واصله له ببعضها فكنا بقول لحضرتك في السؤال ان انا شلت السمستات وصلت الاسلاك في بعضيها فما هو ده السمستات بيعمله ان بيوصل الاسلاك في بعضيها فالكهرباء بتنزل على الكباس على طول ومش بتعدي على السخان الا لما السمستات يفصل فلما انا اوصل الاسلاك ببعضيها اكن السمستات موصل فاللي بيحصل ان الكباس مش هيشتغل والسخان مش هيشتغل انما مفيش قفله قفله يعني في فاز ونيوترال داخل على بعض وان السمستات مفهوش في نيوترال في فازه بس لا هو الفكره هي وجهه النظر في الاسلوب عموما مش السؤال ده بالذات يعني ان 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 في فرق بين اللي غلط دي حضرتك مثال في فرق بين اللي غلط وقال مثلا ان كل الاجابات صحيحه مش معقول يعني كل الاجابات صحيحه ده واحد بيالف يعني بيلوش لا مؤاخذه في التعبير يعني مش معقول يكون كل الاجابات دي صح ده في اجابات متعارضه حتى فانا مش عايز اساوي اللي غلط وكتب دي مثلا باللي غلط وكتب ايه مع ان ايه غلط بس غلط ارحم من ليه عذره يعني فزي ما في قانون العقوبات في اعدام وفي مؤبد وفي سجن سنتين وفي كده فحسب الجريمه يعني ففي الدرجات في مش كل الغلط عليه زيرو يعني حسب الغلط ماشي طب اربعه حضرتك عامله كله ايه ده انت مختاره ايه في كل حاجه تقريبا أربعة بي نعم فن سادة جزئي لا 20 و80 ده تفويت مش الضغوط لما تقرب من بعض يبقى ده تفويت هو عشان نجاوب على السؤال ده الأول نقول الضغوط الطبيعية في حدود كام؟ الطبيعي بتاع التلاجة 7 مثلا 130 150 مثلا مش ده الصح؟ فلما الضغطين يقربوا من بعض 20 و80 يبقى ده تفويت ما يبقاش سدد لا ماشي الكلام؟ 5 5 دي دي كمل طب ما هو ما احنا
ما احنا هنراجع. طيب الكلام ده هيستفيد ايه؟ هنراجع كده ونصحح الكلام ده. ستة كمل. سبعة سبعة طب الحمد لله. طب كويس الحمد لله. بس المهم الجاي يبقى كده برضه ماشي. سبعة ايه خلاص سبعة. ثمانية سي ثمانية سي تسعة تسعة ماشي نكمل يعني ولا ايه؟ تسعة أساس أساس التبريد هو تبخر السائل. طب كويس إنك لقيتها. ماشي عشرة ماشي ما مستني خلاص ولا ايه؟ عشرة ماشي. ما هو خليكم معنا اسمع. ما هو ايه؟ ما بتقولكش ممكن يكون سليم، بتقولك هو سليم. لا هو مش سليم ما نعرفش. لا ما هو لو ايه مكتوب فيها ممكن يكون سليم كنت تختارها. ايه مكتوب فيها هو سليم؟ ما ينفعش تجاوب بتقول هو سليم، لا تجاوب تقول ما اعرفش. انت عامل ايه مش عارف؟ ماشي ماشي 11 11 خلاص 11 حرام مش عارف حرام كله شغال 11 خلاص خلاص يعني ولا ايه 12 12 ايه 13 ننل 13 اي
يبقى اوفرلود داخلي قاطع. يعني الاجابه الصح، الاجابه الصح بس مش موجوده، يعني ان لو كان في اوفرلود داخلي قاطع لا قلناها، ممكن تكون نسيتها بس احنا قلناها. مش فاكر حاجه لما افكرك. كان على السبوده في رسمتين، رسمه الاوفرلود الداخلي يعني، وهو موصل على كانت على الشمال وعلى اليمين نفس الرسمه، والاوفرلود الداخلي فاصل في طرف الكومن من جوه، وقلنا ساعتها التيس لسه لا ده تلاقيهم بيقروا، بس الكومن هتلاقي لا بتقرا هنا ولا بتقرا هنا. ماشي الكلام؟ بص حضرتك تمام، لو الاوفرلود الداخلي، الكلام ده مش موجود في السؤال، لو الاوفرلود الداخلي فصل، ده لو في اوفرلود داخلي يعني، معايا حضرتك؟ حضرتك معايا؟ فهتلاقي الاوفرلود الداخلي لو فصل هتلاقي الكومن ما بتقراش، لان الاوفرلود على الكومن، انما الاس والار بيقروا مع بعض لانهم سلام. فالمقصود بالسؤال ده بس طبعا مش موضحين فيه، ان في اوفرلود داخلي قاطع، فبالتالي الاس والار بيقروا والكومن ما بتقراش، فهو لا اكيد بايظ، ولا الافوميتر بايظ، ولا بدء تحميص، ده اوفرلود داخلي. ماشي؟ غلط طبعا. لا انا ما اعرفش، بس النقطه هنا انه لو في بدء تحميص الاقي الثلاث اطراف بيقروا، الاقي الثلاث اطراف بيقروا، بس القرايات مش مظبوطه، انا ما اعرفش القرايات المظبوطه اصلا، بس كن في طرف ما بيقراش، ما ينفعش اقول بدء تحميص، لو عايز اقول بايظ بقى، مش معقول اقول بدء تحميص. 14 يا جماعه استاذنكم لو سمحتوا بعد اذنكم، يعني لو سمحتوا يا جماعه لو سمحتوا، يعني خلينا مع بعض عشان ننجز. 14 سي، نكمل ولا خلاص؟ 15 سي برضه، هي علاقة واحدة. حد عارف، حد عملها صح الأول؟ عايزين نسمع بعض. في حاجة وقعت؟ طب مؤقتا خد قلم تاني وبقى اشوفه. لا عايزين نوضح 15. نوضح يعني عايزين نهدى بحس الصوت يوضح. ال 15 سي ليه؟ لانه حضرتك عايز تقول كنت عملتها صح انت. هما الاساتذه عايزين يسالوا، انا متوقع يعني، ان لو كان العيب في السمستات كانت اللمبه تنور، المفروض اللمبه مالهاش دعوه. ثلاثة. بالظبط، هو ده الإجابة. إنه في، أفكر حضرتك لما عملت الدايرة عملي، إنه كان في تلاجات ما بين اللمبة بتاخد من ستة من قبل السمستات، وفي تلاجات ما بين اللمبة بتاخد ثلاثة من السمستات، وحتى إحنا ساعتها نقلنا. فلو كانت التلاجة، وده برضه مش واضح في السؤال، لو كانت التلاجة من نوع اللي اللمبة بتاخد من ثلاثة من السمستات، فلما تجيب السمستات على الزيرو بيفصل التلاجة كلها، فالسمستات لو قطع باظ اكنه على الزيرو، فيفصل. ما انا مش مطلوب ان انا اوضح. لا ممكن 100 حاجه، ممكن البريزه، وممكن حاجات تانية كتير، بس لا فقط مقصود بيها.
المقصود ممكن يكون كذا حاجة. احنا بنتكلم على السؤال، بنتكلم على اللي انا بخيضك فيه في السؤال. كلمة فقط هنا مقصود بيها ان لو السمستات بس بايظ والكباس واللمبة وكوباية الاجزاء كلها سليمة، فساعتها السمستات لوحده يعمل العطل ده، تمام؟ فمش مقصود فقط يعني البريزة لا او الفيشة، مقصود انه افرض السمستات بس اللي بايظ وكله سليم يعمل كده ولا لا؟ اه يعمل، ممكن يعمل كده، مش الاحتمال الوحيد، في احتمالات تانية. لا ما احنا بنقول ايه، اللمبه لو موصله مع السمستات في ثلاثه يبقى بتفصل مع الاوكده. ما انا لو حددت يبقى جاوبت على السؤال. لا السي صح؟ ايه الاعتراض على سي؟ سي يعني لازم تقول لي ايه اعتراضك على سي عشان نتكلم. لا يعني عديها واحد يعني خلاص، اصل ايه غلط؟ ما احنا لسه قايلين ماله؟ ما انا بقول لك الثلاجه بابين. نعم؟ يعني تمام، لو اثنين طرف يبقى اكيد مش دعوه باللمبه طبعا. بص حضرتك، السي احتمال وارد ولا مستحيل؟ ما هو كلمة وارد يعني مش في كله، ما لو كان في كل الثلاجات كنت قلت لك مش احتمال وارد، احتمال أكيد. هو احتمال وارد ولا مستحيل؟ احتمال وارد في حالة معينة، احتمال وارد مش كده؟ فطالما احتمال وارد لازم تختاره. أنا ما بقولكش في السؤال إن كل الثلاجات كده ولا لأ، أو ما ينفعش يكون في احتمالات تانية. أنا بقولك هل لو السمستات بس اللي بايظ ممكن يكون ده السبب؟ المفروض تقول لي أه ممكن. إنما ما هو مش المفروض ان انا اوجه اللي بيمتحن واقول له خلي بالك السمستات تلاته طرف، ده انا كده بفكر بداله. ما هو ده غلط. بس ده غلط، ده مش صح. يبقى كده بفكر بدل الطالب. المفروض هو اللي يحط الاحتمالات في دماغه، انا كده بوجهه بقول له خلي بالك يعني، لا ما قالوش خلي بالك، هو المفروض يخلي باله. نعم؟ لا احتمال سي غلط ليه؟ انا نفسي افهم الاعتراض على سي في ايه؟ طيب بص، ممكن اقول لحضرتك حاجه، لو سالتك سؤال واضح، الكباس مش شغال يبقى العيب في الاوفرلود، الاجابه دي ممكن صح ولا غلط؟ الطبيعي اي حد هيجاوب يقول صح، فانا ارد بالمنطق بتاعك واقول له لا بس ممكن يكون السمستات، ممكن يكون الفيشه. هو حد قال حاجه؟ ما ممكن يكون السمستات والفيشه والبريزه، بس انا بديك اختيار، بقول لك هل ممكن يكون الاوفرلود؟ انا بقى بعرض عليك اختيار واحد، هل ممكن يكون الاوفرلود؟ مش معنى كده بلغي بقيه الاختيارات، بس انا بجبرك على اختيار معين، هل ممكن يكون الاوفرلود ولا لا؟ يا تقول لي اه يا لا، لازم تقول لي اه ممكن. فالسمستات اللي على قلت لك بريزه فيشه لازم تختارهم طبعا. انا قلت لك بريزه ولا فيشه؟ انا بقول لك السمستات، هل ممكن يكون هو اللي عامل كده؟ فانت لازم تقول لي اه ممكن.